السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. زي ما وعدكم وصفتي المسخن الفلسطيني أصبحت جاهزة، اليوم عملناه على أصوله. تابعوني إن شاء الله تنال إعجابكم، وإذا كنتوا أول مرة بتزوروا قناتي برحب فيكم. قناتي فيها الطبخ الفلسطيني وغير الفلسطيني، تابعوني واشتركوا في القناة، إن شاء الله كل الوصفات تنال إعجابكم. أكلة المسخن طيبة في كل الأوقات وبالذات في أوقات البرد. اليوم عندنا في لندن تلج زي ما انتم شايفين، وعادة في فلسطين بعد موسم الزيتون شهر 10-11 بيكون أطيب مسخن لأنه يستخدم الزيت الجديد. المكونات عندكم زي ما انتم شايفين بسيطة جدا، ولكن المهم في التطبيق. تابعوني حتى نعرف كيف نعمل أطيب مسخن فلسطيني. قبل لا أبدأ بوصفتي حابة أذكر نقطتين مهمات بالنسبة للدجاج. طبعا بعد غسل الدجاج زي ما احنا بنعرف في الوطن العربي بنستخدم الماء البارد، وطبعا نستخدم الليمون، ملح الليمون، الملح، الطحين، الزيت، هاي كلها بتشيل زفرة الدجاج، عدا انه عندنا الذبح حلال. لهيك مهم غسل الدجاج بشكل كويس، والاهم كذلك تصفيته من الماء والدم اللي ممكن يكون موجود عليه. والنقطة الثانية هو طبخ الدجاج مع الجلد، لأنه الجلد عبارة عن طبقة حامية للحوم، وبعد الطبخ طبعا يفضل عدم أكل الجلد، ولكن عبارة عن هو طبقة حامية للحوم خلال عملية الطبخ. نرجع لوصفتنا. هي طريقة الوالدة الله يرحمها، كانت تطبخ الدجاج مع البصل، ولكن بما أنه البصل بيأخذ وقت أقل من الدجاج، والدجاج حتى نضمن تطلع أي زفرة موجودة في الدجاج نطبخه لوحده تقريبا 3 ساعة باستخدام الملح والمنكهات. أضفت الملح، أضفت فلفل أبيض، الفلفل الأبيض مناسب للحوم البيضة، وكمان حبات من الفلفل الأسود، ورق الغار أضفتهم، وكذلك الزنجبيل إذا توفر، كمان مطحون أو قطع زي ما أنتوا شايفين فرش. اليوم أنا عندي استخدمت دجاجتين، واحدة زي ما انتو شايفين جلدها لونه أبيض، واحدة جلدها أصفر. الجلد الأصفر بيكون متغذي الدجاج على الذرة، فيعني ما تستغربوا اللون. وبالنسبة للخبز اللي راح نستخدمه في المسخن، طبعا أفضل خبز استخدامه هو خبز الطابون في فلسطين، ولكن غير متوفر. في خبز التنور موجود في المحلات عندنا في لندن، أنا جربت وعملته في البيت. إن شاء الله راح أعملكم في فيديو منفصل يكون أسهل عليكم، الطريقة تكون أسهل لخبز المسخن. نرجع لوصفتنا، راح نبلش نحضر البصل. أنا عندي 1.5 كيلو من البصل، ممكن تزيدوا الكمية أو تقللوها حسب الرغبة. وعلشان نخفف أثر البصل خلال عملية التقطيع ما تنزل دموع كتير، ضفته داخل الماء البارد. وطبعا للصبايا الصغار حتى يتعلموا كيفية تقطيع البصل بطريقة سهلة، حاولت أقطع بطريقة بطيئة حتى يكون عملية التقطيع سهلة وواضحة. زي ما انتوا شايفين حجم البصل هيك كفاية، ما يكون أصغر من هيك حتى يتحمل معنا الطبخ في داخل المسخن ويكون أطيب عند الأكل. وحتى ما تفلت معاكم البصل خلال التقطيع، هذا الجزء لو تخلوه داخل حبة البصل بيكون أسهل خلال عملية التقطيع. هيك خلصت البصل الموجود عندي 1.5 كيلو استخدمت من البصل، والدجاج على النار تقريبا ربع ساعة حتى أتأكد نزلت المي الموجودة في الدجاج. ما في داعي أضيف ماء إضافي أو أسلق الدجاج، الماء الموجود داخل الدجاج كفيل إنه تقريبا يستوي 2/3 استوى. بعدين رح أضيف البصل على الدجاج وأضيف الملح طبعا، وأتركه 5 دقائق حتى يتدبل البصل، وبعدين رح أضيف زيت الزيتون. ملاحظة مهمة، استخدموا أكبر طنجرة موجودة عندكم، وطبعا حسب الدجاج الموجود عندكم. أنا استخدمت دجاجتين كبار، وكمان عندي الدجاج بسرعة بيستوي، فيعني حسب الدجاج عندكم. تقريبا أخذ معاي 3 ساعة لوحده الدجاج زي ما انتو شفتوا حتى تقريبا استوى، بعدين أضفت البصل. وطبعا كمية زيت الزيتون بتعود للشخص كيف بحبه داخل المسخن. أهل زمان كانوا يحبوا كمية زيت الزيتون تكون كبيرة، لهيك حبيت اليوم أعملها وسط،
لا تكون كتير ولا قليل، وعيرتها بالكوب. هاي الكاس عبارة عن كوب. أضفت 3 أكواب من زيت الزيتون الكويس، ممكن تزيدوا ممكن تقللوا زي ما حكيت. زي ما انتو شايفين قلبت الدجاج مع البصل، بيكون أسهل علي زي ما انتو شفتي كيف بالطريقة التقليدية. استخدموا أكبر طنجرة موجودة عندكم، حتى طبعا حسب كمية الدجاج اللي راح تطبخوها. ومثل ما ذكرت في عدة طرق لطبخ المسخن، ولكن حبيت أعطيكم الطريقة البلدية. البصل والدجاج بياخدوا نكهة بعض، بإمكانكم تعملوا البصل لوحده في طنجرة مع زيت الزيتون والدجاج لوحده بالفرن أو تسلكوا براحتكم، ولكن حبيت الدجاج والبصل ياخدوا نكهة بعض. بعد ما استوى البصل تقريبا 2/3 استوى، ما رح نسويه تماما، رح أضيف السماق القليل منه رح نضيف فيما بعد، وكمان رح أضيف كمان قليل من الفلفل الأسود. وبعدين رح أخذ الدجاج وأحمره بالفرن، راح أضيف عليه الملح وأضيف كمان السماق، بعدين نكمل وصفتنا بالخبز. بهالطريقة عملنا طبختين في طبخة. في حال عدم توفر معاكم خبز فرد عربي زي مثل هيك، بإمكانكم تاخدوا البصل مع الدجاج تحمروه في صينية مع السماق وتقدموه مع أي نوع من الخبز المتوفر عندكم. ولكن اليوم رح نعمل المسخن، رح نسخن طبعا أرغفة الخبز مع السماق والبصل بالطريقة التقليدية، وحاولوا تختاروا خبز يكون سميك حتى يتحمل الزيت والبصل والتحمير داخل الفرن. زي ما انتم شايفين رغيف الخبز نضعه داخل الطنجرة، ياخذ كمية من زيت الزيتون، وطبعا زي اهل زمان كانوا يحبوا زيت الزيتون اكثر فكانوا يستخدموا كمية اكبر. طبعا بعود لكم زي ما انتم شايفين تكون معاي وسط، اليوم عملتها وسط. ناخذ بعدين جزء من البصل الموجود داخل الطنجرة ونفرده على وجه الخبز ونرش السماق. بكون عندي انا الفرن محمم، انا للاسف عندي فرن مروحة لهيك باخذ وقت اطول، لهيك يعني لما يكون افران اقوى من هيك بكون اسهل واسرع. لهيك راح نضعه داخل الفرن حتى يتحمر وياخذ لون حلو جميل. تقريبا باخذ معي حسب الفرن عندكم 230 تاخذ معي 8 دقائق. راح ارش بعض السماق طبعا، واذا كان في قطع من البهارات اللي اضفتها هيل او حب الفلفل الاسود ممكن نشيلها. راح اكمل باقي الخبز الموجود عندي حتى انهي الكمية الموجودة، ونفس الوقت ابلش احمر الخبز في الفرن حتى تخلص الكمية الموجودة عندي. ومثل ما ذكرت اطيب خبز المسخن بيكون خبز الطابون او اللي على الحطب او على الحصى. ان شاء الله في المستقبل راح نعمل فيديو منفصل كيفية عمل الخبز العربي، ولكن باستخدام افران المروحة الموجودة في اغلب البيوت. وطبعا في بعض مناطق في فلسطين بيكون الخبز فريش، لهيك ما بيضطروا يحمروا الخبز او المسخن داخل الافران، كمان طيب. ولكن شخصيا بفضل انه البصل او الخبز يدخلوا داخل الفرن، بيكون اطيب في حال انه دخلوا داخل الفرن بيكون لون جميل ومحمر ازكى مع الدجاج. بالنسبة للدجاج في ناس بحبوا يحمروا فقط وجه واحد مش اثنين، انا شخصيا بحب احمر الدجاج من الجهتين، لهيك راح اقلب الدجاج واضيف السماق وادخله كمان مرة على الفرن حتى ياخذ لون كمان. وهاي اول مسخن طلع معانا من الفرن، بقي علينا ان نضيف المكسرات حسب الرغبة. بحب استخدم اللوز والصنوبر سوا، وهيك بكون معانا جاهز المسخن. بقي علينا اكمل الكمية ونحضرها في طبق التقديم. وبهيك بكون معانا المسخن الفلسطيني جاهز، اتمنى انه نال اعجابكم. الوطن العربي متميز في طبخه، وفلسطين كذلك عندها طبخات متنوعة، ولكن اعتقد المسخن الفلسطيني كتير بميزها. لهيك ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله مستمرين حتى نقدم كل ما هو طبخ فلسطيني وكذلك غير فلسطيني. اتمنى ان عجبتكم، واذا في اي استفسار يا ريت تكتبونا في التعليقات، ان شاء الله قادرين على الاجابة. واتمنى انكم تدعمونا وتشتركوا في القناة، وكمان تعملوا شير للفيديو حتى يستفيد اكبر عدد من الناس. ان شاء الله في دعمكم مستمرين نقدم ما هو افضل. نراكم ان شاء الله في وصفات قادمة فلسطينية وغير فلسطينية. اتمنى لكم ايام سعيدة، وان شاء الله نراكم قريباً.